بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. في ثم مرتين، واتقوا وآمنوا واتقوا. لا، في إيمانين وثلاث تقويات. نعم. الإيمان الأول آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، كثير سهل. الإيمان الأول الإيمان بالله واليوم الآخر، والتقوى الأولى تقوى الإسلام. تقوى الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، آخر آيات سورة الأنعام. نعم. الوصايا. نعم. اثنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون، هي التقوى الثانية. تقوى الإيمان. تقوى الإيمان. والثالثة قال له إيه؟ قال له أنت ممكن يكون عندك تقوى الإسلام ما يكون عندك تقوى الإيمان، يعني ممكن يكون واحدة بس. قال له ثم اتقوا وأحسنوا، قال له إذا جمعت التقوى الإيمان إلى تقوى الإسلام التنتين مع بعض. الإسلام ولا الإحسان؟ لا، هذا الإحسان. إذا جاء وتحيت قدم الإسلام، يعني إذا اثنين يساوي الإحسان. الإسلام، الإيمان، الجمع بينهما هو الإحسان. هو الإحسان، والله يحب المحسنين. صرنا أمام تعريف ومصطلح جديد. نعم. الإحسان هو أن تلتزم بتقوى الإسلام وتقوى الإيمان، تلتزم اتقوا الله حق تقاته، وتلتزم اتقوا الله ما استطعتم، تلتزم بهذول التنتين فأنت من المحسنين. طبعا لا أضيف جديد إذا ذكرت بالحديث الشريف، أن تعريف الإحسان في الحديث الشريف في الروايات أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت الآن تقدم تعريف جديد، أن تجمع بين تقوى الإسلام. هذا المصحف آية. نعم. يعني أنت تقوى أولى وتقوى ثانية. تفسر القرآن بالقرآن أنت لا. إيه، تقوى أولى وتقوى ثانية. تقوى أولى إيمان أول، وضحنا أنه في إيمان أول، إيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالرسالة المحمدية بمحمد عليه الصلاة والسلام. هي إلى تقوى وهي إلى تقوى، هي تقوى هي غير تقوى هي. هلأ جمعت هذه مع هذه، شو في عندك؟ ما في غير. طلعت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي التوب. مؤلف والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. يعني هذول عميل لك إنه أنت جمعت خلاص. يعني الإيمان. يعني المجد من أطرافه جمعت.